شحال من مرة نسمعوا كلمة كسرت بخاطري ولا وجعت لي قلبي. خليني نقول لك باللي هذه العبارة ما راهيش زيادة عليها، لأنه كاينة منها طبية ويسموها متلازمة القلب المكسور. تبع معنا تفهم. أكشن. متلازمة القلب المكسور هي حالة قلبية مؤقتة تصير للإنسان بعد ما يتعرض لمواقف تسبب له التوتر وتأثر على العواطف تاعو لدرجة كبيرة، أو حتى مواقف بدنية كما مثلا الخضوع لعملية جراحية كبيرة، الأمر اللي سبب له ألم مفاجئ في الصدر وأعراض تشبه أعراض الأزمة القلبية. السبب تاعها طبيا هو التدفق الكبير للأدرينالين والهرمونات الأخرى المتعلقة بالإجهاد اللي تأثر على جزء من عضلة القلب، مما يعطل وظيفة الضخ الطبيعية مؤقتا، فتواصل بقية أجزاء عضلة القلب عملها بشكل طبيعي، ومن ذاك تصير انقباضات أكثر قوة تشبه السكتة القلبية. هذه المتلازمة لوحد وجودها بشكل خاص في اليابان بعد الزلزال اللي ضرب فيها سنة 2011، بحيث بزاف ناس جاتهم نوبات قلبية رغم أنه سجلهم الصحي ما فيهش احتمالية الإصابة بأمراض قلبية. واكتشفوا الأطباء أنه الحاجة المشتركة بين المصابين كامل هي إفراز أجسادهم الكثير من هرمونات التوتر. المصادر العلمية تقول باللي النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المكسور، ونادرا ما تؤدي إلى الوفاة، والأغلبية اللي جيهم يبرو منها بسرعة وما تبقاش عندهم أثر طويلة المدى. إذا عجبتكم المعلومة تاع اليوم كالعادة ما تنساش تقولوا لنا في التعليقات.